بس لو سمحت لي تفضل خلي احكي لك اياها طق بطق. القلق الان مو من الفتح. الفتح اوكي يعني كتله جاي تعبر وفق اجراءات قانونيه تروح تعترض، بس المشكله طلع بعبع اكبر واهم واخطر بهيك لحظات ابو اسراء. كتله دوله القانون 38 مقعد. اولا ابتلع الفتح البارحه وعلن لطارد الاستراتيجي انه ابو اسراء هو اللي يمثلنا بالتفاوض مره اخرى، وهذا بحد ذاته. فضل. بس أذكرك تفضل تفضل. 2010 أبو سراء سحبها من أياد علاوي. اليوم الصدريين بالسوشيال ميديا يقولون إنه سيد مقتدى أو التيار الصدري مو أياد علاوي. أقولكم صحيح. بس لا تنسون ترى المالك هم مو سهل. المالك من ينزل غير العامري. هذا توازن جديد. إحنا كعراقيين نريد نطلع منه مستفيدين. موضوع الحرب المسلحة على موت صندوق انتخابات أقدر أطمنك ما راح تصير. ليش؟ أولا الحشد الشعبي ما راح ينحل بقرار سياسي إطلاقا إطلاقا. مستحيل هذا ما ينحل بقرار سياسي ولا ببرلمان. ثانيا حرب شيعية شيعية والسستانة عدل وإيران موجودة ما يصير ما يصير ما يصير. صحيح. يعني لا حد يصفني ويروح. إذن كلها هذا كله تصعيد العلم. تصعيد وردود فعل مال الانتخابات، تصعيد من اجل الضغط على المفوضيه لا اكثر ولا اقل. بس احسن مو بس على المفوضيه، على المفوضيه شويه وهذه يسمونه تسابيج بالتفاوض الانتخابي. التشكيل الحكومي.